الخير على احبابي واصدقائي في جوله جديده من شوارع ساو باولو في البرازيل. يوم الاحد النهارده يوم الاجازه، تعالوا اوريكم معايا الاجواء في مدينه ساو باولو. اللي حابب بكل اخواتي واصحابي اللي سالوا عن الاجواء في يوم الاجازه في مدينه ساو باولو، تعالوا معايا في جوله النهارده اوريكم شكل اليوم اللي بيستمتعوا فيه البرازيليين في يوم اجازتهم. يلا بينا مع بعض كده. زي البحر شايفين كده، اجواء مثاليه. ده اكبر شارع في مدينه ساو باولو، اسمه شارع باوليستا. الناس بتيجي تستمتع بوقتها. زي البحر شايفين كده مع بعض. تعالوا كده عايشكم معايا اجواء البرازيليين يوم حد يوم الاجازه بتاعهم. احنا شايفين البرازيليات الحسنوات اليوم. يا ريت اللي دخل عندي على الصفحة جديد ولسه ما يعرفش اكتر عن دولة البرازيل، اكون سعيد جدا ان انا بقدم لاخواتي واصحابي من الشوارع البرازيلية الاجواء في مدينة ساو باولو في البرازيل. زي ما احنا شايفين كده مع بعض. اجواء جميلة جدا. الناس اللي جاي بالقلب بتاعه. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من شوارع ساو باولو في البرازيل وحياتي. زي ما احنا شايفين كده اخواتي، ده مكان الدراجات. ناس بتتمشى تغتسل المشروبات ويستمتعوا بوقتهم. هنا ده هنا بيوقف الشارع كده عشان الناس تعدي. زي ما احنا شايفين كده مع بعض. الناس بتحتال على الشارع النهارده يا جماعه يوم الاحد دوت يوم الاجازه. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، اجواء مثيره وجميله جدا. تعالوا كده نشوف ازاي البرازيليين بيستمتعوا بوقتهم يوم الاحد يوم الاجازه بتاعهم. تعالوا كده نشوف البرازيليين بيجوا ايه في الشوارع. في هنا مسليات انتشار انتشار زي ما احنا شايفين كده، والذره البرازيلي البرازيليات الحسنوات طبعا استمتعوا ياخدوا الصور. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، اجواء جميله جدا اخواتي واصدقائي. تعالوا كده عيشوا معايا الاجواء ساو باولو. احنا لسه على